اليوم 29 نوفمبر يحتفي العالم كله والأمم المتحدة باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. اليوم حضراتكم كان حقيقة الكثير من يعني المظاهرات أيضا والفعاليات موجودة بشكل كبير. زي ما قلت لكم أن جهاد الشعب الفلسطيني وبكل مراحله العسكرية والسياسية والدبلوماسية والأممية مستمرة منذ إعلان عصبة الأمم تقسيم فلسطين، قرار التقسيم اللي صدر عام 47 ثم بعد كده نكبة 48، وهذا الجهاد الطويل وهذه المقاومة الطويلة مستمرة. عشان للأسف بيفاجئنا بعض يعني الجهال بالقضية الفلسطينية أو الغائبين عن القضية الفلسطينية، إن هو يتوقف عند 7 أكتوبر طوفان الأقصى، وشفته هو حماس لما ضرب الإسرائيليين، أصل قاموا، أصل قتلوا 15,000، أصله مش عارف خرج كام، ويقتصر الموضوع كله قضية فلسطين في طوفان الأقصى، ولا يرى أن هذا الشعب يقدم على مدار 75 سنة من دمائه وأرواحه وشبابه وفتياته ونسائه ورجاله يقدمون تضحيات باهظة، مجازر لا حصر لها تمت. فاليوم حقيقة الأمم المتحدة جعلت هذا اليوم 29 نوفمبر منذ عام 77 احتفال في الأمم المتحدة وفي أيضا في العالم. وفي حقيقة في 2015 تم قبول أيضا فلسطين كدولة في تصنيفها مراقب في الأمم المتحدة، وتم رفع العلم الفلسطيني لأول مرة في الأمم المتحدة عام 2015. فأنا بقولك النضال طويل، سواء نضال أممي أو نضال دبلوماسي أو سياسي أو عسكري، فالمقاومة مستمرة، وكل يوم الفلسطينيين بيكسبوا على الأرض جديد، كل يوم بيكسبوا تعاطف جديد، وقضيتهم بتنتشر بشكل كبير. أحمد النهاردة الحقيقة كان التعاطف أيضا سواء تحت مظلة الأمم المتحدة أو حتى في الشوارع كان كبيرا جدا. صحيح، وده اللي احنا بنتكلم فيه يا جماعة، وبنقول خلاص أن صورة القضية الفلسطينية تغيرت أمام العالم، حكومات وشعوب تغيرت بالفعل، ليس كلام للاستهلاك ولا كلام لمجرد أنه تصريحات صحفية أو تصريحات إعلامية، ولكن هي حقيقة واقعة. عندما تجلس اليوم وتتابع كلمات الدول كلها وممثلي الدول في مجلس الأمن، ترى التغير الحقيقي الواضح في ما تشير إليه تلك الكلمات من إدانة شديدة لإسرائيل على ما قامت به من مجازر، وحتى أن المندوب الإسرائيلي يعني ظل يعلق على تلك الكلمات بأنه وحيدا يغرد، وحيدا فريدا باستثناء ما قامت به من تدعيم مندوبة الأمم المتحدة في كلمتها وأدانة حماس. ولكن في الأخير كل الدول، حتى دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم كان لوزير الخارجية كلمة مهمة جدا، أدانت إسرائيل وأعطت الحق الكامل لفصائل المقاومة في الدفاع عن الأرض والدفاع عن العرض، وأيضا تحدث عن إمدادات كبيرة جدا ستصل إلى غزة وفتح مستشفيات في الإمارات لاستقبال ما يقرب من 1000 مريض بالسرطان، وأيضا علاج إصابات وجرحى من الأطفال وعوائلهم. كل هذه الأمور بدأت تتغير، المشهد الدولي بدأ يتغير، وبدأ دور الجيش الإسرائيلي بدولته إسرائيل يتقزم شيئا فشيئا أمام هذه الكلمات المتتالية في مجلس الأمن. طبعا الكل أشاد بالوساطة القطرية، ولكن في هذا اليوم، لهذا اليوم تحديدا يوم 29، يوم 29 نوفمبر وقع الاختيار على هذا التاريخ بالتحديد لأن هناك معاني ودلالات تخص الشعب الفلسطيني. الجمعية العامة للأمم المتحدة اتكلمت في نفس هذا التاريخ في عام 1947 كان قرار تقسيم فلسطين. القرار ده بات يعرف باسم خطة تقسيم فلسطين، وقرار ما بينساهوش أي فلسطيني، رقم 181. هذا القرار يقضي بإنشاء دولتين على أرض فلسطين، دولة عربية وأخرى يهودية. هذا التاريخ لن ينساه الفلسطينيون. فلسطين أرضا وشعبا لها منا كل التحية، لها منا كل التقدير، لها منا كل الاحترام. فلسطين ستنتصر بإذن الله، شاء من شاء وأبى من أبى. عايزين حضراتكم نطوف معكم في بعض المظاهر الاحتفال اليوم. طبعا في القاهرة هي كان هناك يعني أيضا نوع من الاحتفال الخاص
من خلال ان وزارة التربية والتعليم. وده الجميل بقى يا جماعة على فكرة يعني، بس يعني هو جميل وشيء كويس، بس نتمنى ان يستكمل بالطريقة الصحيحة او الاسلوب الصحيح. الاصل ان المناهج التعليمية في كافة الدول العربية تتضمن في التاريخ والجغرافيا ايضا قضية فلسطين. يبقى في الجغرافيا دايما لازم الطلاب ابتدائي اعدادي ثانوي حتى في الجامعة يعرفوا حدود فلسطين الحقيقية مش اسرائيل. طبعا الان بيحصل تزييف وتزوير في جوجل ان يضع كلمة دولة اسرائيل مكان دولة فلسطين، لا سوف تبقى فلسطين دولة فلسطين. في التاريخ ايضا نعرف الناس عبر الاف السنوات ما قبل الميلاد بتاريخ فلسطين ارض الانبياء، ونعرفهم عظمة هذه الارض والمقدسات المسيحية والمقدسات الاسلامية وانبياء الله تبارك وتعالى الذين هبطوا على فلسطين والذين خرجوا من فلسطين. معلوم ده النهاردة هي وزارة التربية والتعليم وتحديدا المديرية في القاهرة كانت بيتكلم عن دعوة لفلسطين والاحتفاء باليوم العالمي للتضامن. بس غريب لما تلاقي مثلا اللي كانوا لك ايه، هذه دعوة لنبذ العنف والتسامح والحب. انا مش عارف مين العبقري اللي في التربية والتعليم حط هذا العنوان. يعني يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني هتتكلم على معاناة أصحاب الأرض، على المجازر البشرية، هتتكلم على الناس اللي هم للأسف المهجرين في نكبة 48 وحتى الآن، هتتكلم عن الشعب الذي يبذل دماءه فداء لوطنه، تتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقه في دولة مستقلة. إنها مش عارف إيه العبقري اللي في مصر اللي قال إنها دعوة لنبذ العنف والتسامح، إيه علاقته ده بالتضامن مع الشعب الفلسطيني؟ إلا إذا كنت تقصد إرهاب إسرائيل وإرهاب جيش الاحتلال. إنما يوم للتسامح ونبذ العنف أن تتركها مجردة إن يبقى ده القرار والمنشور اللي نازل من التربية والتعليم في كل مدارسنا، يلا يوم تضامن مع الشعب الفلسطيني عشان ننبذ العنف وعشان التسامح وعشان الأمل، ده تقوله في شعارات ما تقولوش في منشور تصدره لوكلاء الوزارات على مستوى المحافظات للاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. نشكركم ان انتم افتكرتوا الان فلسطين بتحتفوا شعبها وباولادها وبتاريخها جغرافيتها. من فضلكم الكلام عن نبذ العنف والتسامح والامل انكتب في موضوع تعبير، موضوع انشاء، مش موضوع شعب فلسطيني بذل الاف من ارواح ابنائه ودمائهم حتى الان دفاعا عن ارضه وعرضه ومقدساته. طبعا في اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين ايضا امين دور الافتاء يدعو لضروره نشر الوعي بالقضيه، ده شيء مهم جدا يا جماعه، استخدام مثل هذه المناسبات والاحداث ان احنا لازم نتكلم والعالم كله يسمع عن التضامن مع فلسطين، لازم الكل يتحدث عن اهميه القضيه الفلسطينيه، نبدا ننشر الوعي، نبدا نتكلم مع الناس عن القضية الفلسطينية، إيه أبعاد القضية الفلسطينية؟ أبعادها الحقيقية وليست المزيفة التي يسوق لها الاحتلال وجيش الاحتلال والإعلام الذي يخضع لهذا الاحتلال. خلونا نقول إن دعا الأمين لدور هيئات الإفتاء في العالم الدكتور إبراهيم نجم، دعا المجتمع كله بكافة منظماته والأحرار من العالم إن هم يقدموا كل أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني من أجل استعادة هذا الشعب لحقوقه المشروعة، من أجل إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. دعا أيضا إلى استمرار حملات التوعية بجذور القضية، بعروبة فلسطين الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، عدم التخلي مطلقا عن قضية الأمة الإسلامية والعربية. أنا كمان بقول لصناع الدراما وصناع السينما، ابدأوا يا جماعة اعملوا أفلام حقيقية بتاريخ حقيقي ومسلسلات حقيقية عن هؤلاء الأبطال وعن تاريخ القضية الفلسطينية وعن جذورها. خلوا الدراما والسينما اللي بتدخل كل البيوت والناس بتروح تتفرج وتتابع وبتصرف فلوس على أعمال تافهة كتير، نبدأ نعمل توأمة عربية زي ما حصل كده في عمر المختار، زي ما حصل في صلاح الدين. هنا في تركيا عملوا مسلسل صلاح الدين الأيوبي الفاتح صلاح الدين في هذا التوقيت، ده تحرك رائع جدا من الدولة التركية في أن هي حتى تشكل وجدان الشعوب من خلال الميديا والتلفزيون ومن خلال عمل بيتم تكلفته بشكل رائع جدا حتى يصل إلى أطفالنا ويصل إلى كل أطراف الأسرة وكل حد يعرف
هو إيه القضية الفلسطينية بالضبط، أبعادها وتاريخها، ومين هو الفاتح صلاح الدين؟